الله انا شخصيتي كثير ضعيفه، كيف ممكن اقوي شخصيتي؟ او ماي جاد يا ربي. دادا ارفع عيون. فاطمه. نعم. كيف بدي اقوي شخصيتي؟ ليه ما عرفتي تردي عليها امبارح؟ ليش ما قدرتي تناقشي؟ ليش ما قدرتي تحكي وجهة نظرك؟ شو مالك؟ ليش هيك شخصيتك؟ ما عرفت شو اعمل. خلص هيك بحس حالي بس اجي بدي اناقش ما بعرف اعمل اشي. بحس حالي من جوا مش واثقة من حالي. خصوصي مع سيارة الغاز. خليني اكره حالي. والله. بحس دائما لبسي مو حلو. بس اطلع على حالي بالمراية بحس حالي مو حلوة، بحس حالي كثير ناصحة، بحس حالي كثير بشعة. ليش هيك بتحسي؟ على فكرة كل انسان بيقدر في الحياة تكون شخصيته قوية، الشخصية القوية تكتسب، بس انت لازم تتبعي خطوات معينة في حياتك، لازم انت تصقلي من شخصيتك، لازم انت تثقي بنفسك عشان شخصيتك تصير قوية. لازم تواجهي، دائما لازم يكون عندك مواجهة، لازم يكون عندك حزم، أو أحكي لك؟ استني شوي. احضري هذا الفيديو وان شاء الله انك راح تستفيدي. كيف انا ممكن اقوي من شخصيتي؟ كيف انا ممكن اوثق بنفسي؟ قبل ما نبدا هذا الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، اشتركوا بالقناه واحكوا لي تحت بالتعليقات شو رايكم بموضوع الفيديو، لاني كثير بحب اقرا تعليقاتكم، وما تنسوني من دعمكم ومحبتكم. وبسم الله يلا نبدأ بالفيديو. كيف أنا ممكن أقوي من شخصيتي؟ أول إشي الثقة، الثقة بنفسك. لازم دايما يكون تفكيرك إيجابي. هل أنا بقدر أعمل هذا الإشي؟ بقدر. هل أنا بقدر أواجه؟ بقدر. هل أنا بقدر أناقش؟ بقدر. You can do it. أنت بتقدر تعمل كل إشي بنفسك، كل شي بدك إياه. بتقدر تكون قوي. لحتى تقوى شخصيتك لازم انت تقتنع من الداخل وتدرك انه انت بتقدر تكون قوي. خليك ايجابي. تاني شغلة بتساعدنا على انه شخصيتنا تصير اقوى مع الايام انه احنا نهتم بمظهرنا الخارجي. دايما اهتمامك بمظهرك الخارجي واناقتك بيساعدك انك انت تشوف حالك على المراي وتشوف نظرة الناس لك اعجاب وجميلة. فانت هيك تلقائيا بتصير تحس حالك من الداخل انه انت جميل. حتى تكون هاي نظرة الناس لإلك بإعجاب لازم تهتم بمظهرك الخارجي. ثالث شغلة، لازم انت كمان تهتم بداخلك. افكارك دائما تكون ايجابية. لازم تهتم بالقراءة، بتثقيف نفسك. شو الأشياء اللي أنت بتغذي فيها عقلك دائما؟ حاولوا قدر الإمكان يا جماعة تقرأوا، اقرأوا اقرأوا قد ما بتقدروا. القراءة بتنمي الفكر، بتنمي العقل وبتصقل الشخصية. اقرأوا اقرأوا، ومو غلط طبعا تقرأوا بمواضيع تطوير الذات والتنمية البشرية. هاي المواضيع كتير بتساعدكم على إنه شخصيتكم تصير أقوى. الشغلة اللي بعدها ضروري جدا انه انت تعرف نفسك، انت شو بتحب؟ شو بتكره؟ متى بتحس حالك قوي؟ متى بتحس حالك ضعيف؟ متى بتحس حالك انك انسان مهزوم؟ امسك الشغلات اللي انت عندك فيها ضعف بشخصيتك، اشتغل عليها، حاول اعرف وين نقاط ضعفك، وين نقاط قوتك، اشتغل على نقاط الضعف وقوي من نقاط قوتك. كيف أشتغل على نقاط ضعفي؟ زي ما حكيت لكم عن طريق القراءة، تثقيف النفس، تحضر فيديوهات تنمية بشرية، احضروا محاضرات، وين ما بتلاقوا محاضرات فيها تنمية بشرية بتقوي من شخصيتك اتبعها. وما تنسوا الرسول صلى الله عليه وسلم حكى المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. يعني الله رب العالمين حتى إنه بيحب المؤمن يكون قوي دائما ويكون حازم ويكون متخذ القرار. فالصفة اللي بعديها والخطوة اللي بعديها اللي لازم تتبعها إنه يكون عندك حزم، تتخذ القرار، تكون حازم في اتخاذ قرارك. من الشغلات اللي ممكن أدرب فيها نفسي على الحزم إنه مثلا أصير أحط خطة في يومي، أكتب مثلا على ورقة، على كتاب، على دفتر، أكتب شو الشغلات اللي أنا بدي أعملها بهذا اليوم أو بهذا الأسبوع وأطبقها. هذا تمرين كتير مهم بيساعدك كيف إنك تكون حازم وتتخذ
القرار. ولما تتدرب على الحزم بالأمور البسيطة هاي اللي انتو شايفيها كتير بسيطة، راح تتدرب تلقائياً على الحزم وتكون حازم بأمور أكبر منها مع الأيام، وتساعدك على تقوية شخصيتك، وبالتالي بتنعكس على حياتك بشكل سليم. ضروري جداً انه انت تكون صادق وإنسان موضوعي لحتى تقدر تعكس شخصيتك القوية مع الآخرين. لازم تكون صادق وتكون موضوعي، تطرح مواضيع تقبل التصديق. إنه لما أكون أنا موضوعي وصادق بحس نفسي معي الحق دائما، بس لما أنت تكون كذاب أو عريض زي ما بيقولوا ما حدا رح يصدقك، شخصيتك حتصير ضعيفة من الداخل، رح تنهز داخليا. خليك صادق. الصدق شغلة يا جماعة جدا مهمة، لازم انت تكون منصت جيد للناس، لكن الانصات ما تخليه يلغي عندك تعبيرك عن رأيك. مش تكون منصت وصامت، لا، الانصات له جماليته والتعبير عن الرأي له جماليته. ما تخجلوا ابدا تعبروا عن رأيكم لما تكونوا في جمعة معينة، تناقشوا احكوا آراءكم، هذا كتير بيساعد انه يسقل من شخصيتكم، كتير بيساعد انه انتوا تحسوا حالكم من الداخل واثقين. لما تكونوا طالعين بطشة مع الصحبات مع أصدقائكم، دايما انتوا حاولوا اقترحوا عليهم أماكن، ما تكونوا دائما الشخص المنصت المنفذ، لا، خلي لكم رأيكم، خلي لكم شخصيتكم. ببساطة عبر عن احتياجاتك ومتطلباتك، هالشي كتير بيساعدك على أنه تثق بنفسك ويكون عندك قدرة على النقاش، يكون عندك قدرة على التعبير، وبالتالي تقوى شخصيتك أكثر. النقطة اللي بعدها، لازم انت تخلي افعالك هي التي تتحدث عنك. اضحك، تستخدم الاقوال، انا بدي اعمل، انا بدي اسوي. انت هيك بصير عندك انهزاز داخلي، انت بتنهز داخليا لما انت ضلك تحكي 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 وما تطبق، وبالتالي شخصيتك بتضعف لانه انت بتحس حالك امام نفسك ضعيف، ما عم بتنفذ. فدائما خليك صامت من هاي ناحية، وخلي افعالك هي التي تتحدث عنك. وأكيد طبعاً ما تستنى من حدا مدح أبداً ولا ثناء، خليك أنت واثق بنفسك، خليك أنت مبسوط على نفسك شو ما قدمت من إنجازات. إذا الناس أثنت عليك ومدحتك فشكراً لإلهم، وإذا ما أثنوا عليك وما مدحوك أنت مو بحاجتهم، أنت واثق بنفسك، واثق بإنجازاتك اللي راح تحكي عنك لقدام لوحدها، وتخلي الناس اصلا يمدحوك يثنوا عليك ويحبوك لانك انت واثق من نفسك، لانك انت حبيت نفسك وحبيت انجازاتك، فبالتالي رح ينعكس هذا الحب على الاخرين تجاهك. عود نفسك على انه انت تكون متواجد مع الاخرين، منخرط مع الاخرين، ما تكون انطوائي على نفسك، ما تكون دائما جالس لوحدك وتفكر لوحدك، بالعكس شارك الاخرين، كون معهم دايما، حاول انك انت تتناقش معهم، هالشي كتير بيساعدك على انه انت تخرج من جو الانطوائية، على انه انت تقدر تكون مصقول الشخصية اكثر وقوي الشخصية اكثر. النقطة اللي بعدها، خلي نبرة صوتك واضحة، لا عالي 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 انك تثبت وجود ومزعجة تكون، ولا انها تكون واطية واطية تدل على ضعف شخصيتك او على انهزامك، بالعكس خلي نبرة صوتك واضحة، خليك واثق من نفسك، خلي جلستك دائما معتدلة، خلي اللي أمامك يحس إنه أنت قد حالك. وأخيرا، إذا أنت كنت شخص كتير عنده ضجيج داخلي بعقله وبكتير بتفكر وعندك أفكار سلبية، اخرج من عقلك، انفصل عن العالم الداخلي مع العالم الخارجي، حاول تفصل، لا تخلي كل يومك وكل وقت نومك وكل وقت راحتك فقط تفكير تفكير تفكير، احيانا التفكير بينخر وبياكل الانسان اكل. لا تسمع لافكارك السلبية، اخرج منها، بالعكس انظر للحياة بإيجابية، وان شاء الله انه هاي الشغلات رح تساعدكم على انه تكونوا اقوياء الشخصية اكثر واكثر. إذا عجبكم هذا الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، شاركوني تحت بالتعليقات إذا أنتوا عندكم ضعف معين في شخصيتكم وشو الشغلات اللي ساعدتكم على أنه تكونوا أقوى، وإذا هذا الفيديو حسيتوا أنه فادكم بتمنى تكتبوا لي تحت بالتعليقات، وشو بتحبوا نحكي بمواضيع أخرى برضو بتمنى تكتبوا لي تحت بالتعليقات. ما تنسوا بدنا نوصل هذا الفيديو لعشرين ألف لايك. عشرين ألف؟ ما تنسوا بدنا نوصل هذا الفيديو لعشرين ألف لايك. نقدر؟ نقدر، احنا قدها، انا بعرف. اين انتم يا جيش زادة؟
جيش زادة 20,000 لايك، خلونا ننشر هذا الفيديو لحتى نقدر نفيد كل الناس اللي بحسوا انهم عندهم ضعف شخصية وحابين انهم يقووا ويقووا شخصيتهم. I can do it. You can do it. انا بقدر. I can do it. نمستي اهلي. بسم الله. صح فطوم؟ You can do it. Yes, I can do it. طب روح صوري فيديو اذا هيك. اسمعي اصلا انت ضعيفه شخصيه. اوكي انا ضعيفه شخصيه. اسمعيني هلا، شوف الرد، شوف الرد، بقولها انت ضعيفه شخصيه بتقول اوكي انا ضعيفه شخصيه. هيك هيك فنون الرد يا جماعه. خلصتيهم؟ جائز قتلها. ران. ما تنسوا نوصل هذا الفيديو ل 20,000 لايك. وي كان دو ات. وي كان 50,000 لايك. تقدروا؟ بقدروا؟ لا نشوف. بقدروا ان شاء الله، بقدروا ان شاء الله. يلا يلا يا جماعه، مع السلامه، احبكم كثير، باي.